فيصل السامر كان ضمن في الجانب العلمي، كان السامر مدرسا ومحاضرا وكاتبا ومفكرا ومحققا ومشرفا ومترجما. وفي الجانب الإداري كان مديرا عاما للتربية والتعليم بوزارة التربية، كما تولى رئاسة قسم التاريخ. وفي الجانب السياسي كان مناضلا وطنيا ديمقراطيا، كما كان عضوا في حركة السلم العراقية، كما إنه كان وزيرا ثم دبلوماسيا ثم عضوا في حركة الانتصار للشعب العراقي بعد انقلاب 8 شباط الفاشل. كما تعلمون أيها الإخوة، إن التاريخ هو العلم الذي انفصل، آخر علم انفصل عن حاضنته الطبيعية الفلسفة، فأصبحت له فلسفة ومدارس في تفسيره. ومن أوائل المتأثرين بهذه القضية هو الدكتور فيصل السامر، ويعد كتاب ثورة الزنج مثال لهذا التأثر بفلسفة التاريخ من خلال مقارنته ما بين ثورة الزنج وثورة العبيد في الدولة الرومانية التي قادها سبارتاكوس. هذه المقارنة الحقيقة يقوم بها أول مؤرخ يقارن ما بين حدث في الحضارة العربية الإسلامية وفي العهد العباسي وبين حدث يشبه أو مثيلة في عهد قديم. أقرأ مع كتاب ثورة الزنج للدكتور فيصل السامر. لم يكن السامر في هذا الكتاب جماعاً للمادة التاريخية حول هذه الثورة فحسب، بل كان محللاً ومستنبطاً وظف أدوات بحث علمية في وصف هذه الثورة وتحليل أسبابها ونتائجها، ما عكس قيمة علمية لهذا البحث التاريخي الرائع بحق. فهو تارة يوظف ما رواه المؤرخون وما أجمعوا عليه، وتارة أخرى يعكس التناقض في رواية أحداث الثورة، مستفيدا منها في تثبيت خلاصة رأيه عن الثورة.